تنديدا بالتجاهل الأممي لملف حصار تعز المفروض من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية للعام الثامن على التوالي، ينفذ أبناء مدينة تعز وعدد من نشطائها وقفة احتجاجية للتنديد بهذا التعامل وبالتنديد كذلك بالإنسانية المعجزة التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع المعاناة الإنسانية للمدنيين، وذلك تزامنا مع تشغيل أولى الرحلات التجارية من مطار صنعاء بعد توقفه خلال السنوات الماضية. وهذه الوقفة تأتي اليوم للمطالبة بفتح منافذ مدينة تعز المغلقة من قبل الميليشيا الحوثية وفقا للمبادرة الأممية والهدنة المزعومة. نقف الآن هنا عند الحاجز الترابي الذي يفصل مدينة تعز عن منطقة الحوبان شرق المحافظة، وهي المنطقة أو وهذا الطريق هو الذي يصل المدينة بمنطقة الحوبان خلال 5 دقائق إلى ربع ساعة في أعلى التقديرات، بينما يسلك المواطنون اليوم طرقا أخرى بديلة ووعرة وطويلة وغير آمنة كذلك تستغرق منهم 6 ساعات على أقل التقديرات. هذه المطالبات مستمرة والدعوات لإعادة فتح المنافذ للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون مستمرة، وهي دعوات للعالم بأن يتعامل مع الإنسانية بدرجة واحدة دون أي تمييز أو فروقات. أيمن قائد من شباب تعز.